Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Anda menonton, jangan lupa klik subscribe. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayyuhal muslimun, ma khalaqallahu al-kawna abatha, balillahu ta'ala qaddarahu wa nasha'ahu bihikmatin akhfaha. Wa min hikmatihi an ja'ala al-musibata rif'atan lid-darajat wa mukaffiratan lis-sayyi'at. Qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab, wala hammin wala hazan, wala gham, wala adaw, wala gham, hatta ash-shawkati yushakuha, illa kaffarallahu biha min khataya. Ayyuhal muslimun, inna min a'dami musibatin asabahal bashar, mundus sanawatil qidam, wa hiya jaihatun, summiyat bi jaihati kuruna, اتيانها لا ترجى وبقاؤها لا تسمح ولكنها تأتي لا تبقي ولا تذر هكذا إن شاء بها ملك القدر فقد قضاه وقدر وها نحن كالبشر ما لنا إلا اصطبار. أيها المسلمون، لقد غيرت هذه الجائحة أحوال البشر من المأكل والملبس والمشرب ووسائل السفر. المساجد أغلقت والمسافة بعدت ووسائل السفر نظمت والكمامة لبست. قال الله تعالى وقد صدق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كم من أناس قبلنا قد هلك بسبب ذنوبهم وعصيانهم لربهم وعنادهم لنبيهم. هيهات هيهات هؤلاء من رحمة الرحمن ولطف الملك المنان. أيها المسلمون، إن طريقتنا في هذه مواجهتها في مواجهة هذه الجائحة هي اتباع القرآن والسنة. قال تعالى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر مطلوب وطاعته ضمن طاعة رب البشر. إذا جاء من ولي الأمر الحذر فكن على حذر إن تريد النجاح من الخطر. كما خطه الفاروق عمر رضي الله عنه حيث قال، نفر من القدر إلى القدر. أيها المسلمون، قد أصاب الأنبياء فوق ما أصابنا اليوم، حيث ابتلي نوح بأهله ويعقوب بأبنائه وموسى بفرعون وملئه وأيوب بمرضه ومحمد بقومه. فكم منهم من ابتلي بطول الأمد ولم يذق من الدنيا حتى وإن رقد. أيها المسلمون، نعم، إن جائحة كورونا مخيفة، كأن الموت قد اقترب. إنها آية من آيات الله يأتي بها على من يشاء ومتى شاء. قال تعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ونحن كالمسلم الصالح نؤمن بالقدر، نؤمن أن من كتب عليه أصاب ومن لم يصب غير مصاب. قال صلى الله عليه وسلم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها المسلمون،
الصبر على كل شيء مطلوب سواء من النعم أو النقم. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بقدر الصبر تحتسب المعالي. قد قال أحد الحكماء في حكاية قول رب البشر تشاء يا عبدي وأشاء فإذا رضيت بما أشاء أعطيتك خيرا مما تشاء. فالصبر والصبر يا عباد الله. قال تعالى وبشر الصابرين أبشر أيها المؤمن سيأتي نور الفرج بعد ظلمة الكرب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum anda menonton, jangan lupa klik subscribe. Jazakumullah khairan.